السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، بخير لاباس عليكم. كنتمنى من الله تكونوا في حالة جيدة. المهم، بغيت نعرض لكم واحد الحالة اللي هي الحالة لا يرثى لها. واحد الابن اللي هو في عمره 6 سنوات، وهذه 3 سنين هو كيعاني من واحد الحرقة، تحرق بالماء. طيب، وشن كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يشافيه، وكنوجه جزيل الشكر للميديا لايف اللي عطاتنا فرصة باش نعرضوا هذه الحالة. وغادي نوريكم الدري كيفاش، وغادي نوريكم الأم ديالو، وغادي تكلم كيفاش الحالة. هذا هو الدري، هذه هي الحرقة. دابا الهم عنده ما كيتنفس، يعني كيبقى يضر بزاف، ما ينعش بالحويج، ضروري خصو يحيد الحويج. غادي ينعس، هانتوما كيف تشوف، هاتو باي زي. شنو كيضرك؟ حرقة. كضرك بزاف ولا شنو؟ بزاف. وشنو كطلب دابا؟ طلب يعاونوني. هانتوما كتشوفو اخوك كلشي قدامهم دابا. راني ندوز لكم الوالدة ديالو تعاود لكم كيفاش الحالة ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس؟ الحمد لله. عاودينا على هاد الولد ديالك كيفاش؟ ولد ديالي هادي مدة 3 سنين باش تحرق بالماء سخون، ودابا كيعاني، عندو الجلد ديالو مكدخلش تنفس، دخلوش الريح. شنو هي الأسباب ديالو؟ السبب ديالو داك السخان ديال الضو، داير نفس السطل ديال الماء وطاب مزيان، هو اللي حرق طاح فيه. دابا شنو كطالب بيه اسلالة؟ دابا كنطالب من المحسنين يعاونوني يشوفوا في الحال ديالو، راه مكينعش بالليل مرة، ما يتغطاش وما ينعش بالحوايج ديالو. ايه، وكنتمنى من هذا الميساج يكون وصل لجميع المحسنين. نتمنى من جميع اي واحد وصل عنده هذا الفيديو، اي واحد وصل عنده هذا الفيديو يبرطاجيه مع جميع الناس، باش اللي بغى يعاون اي شي حاجة قليلة ماشي شي حاجة كثيرة، يعاون باش ما كان باش ما عطى الله. كما كتشوفوا دابا كلشي دابا السيدة. يلا، السلام عليكم اخوتي.